نشوف الليمب الجديد ده نشوف فيه ايه طالع تاني. نقول دي الفاشيه اسمها اللي يبقى تراكت مسكالي فيها من فوق عضله اسمها تنسر فاشلاتا اللي هي دي. دي بقى الكوادريسبس الهيد اللي فوق دي اسمها ريكتس فيموريس. يبقى الناحيه دي فاستس ميدياليس والناحيه دي فاستس لاتراليس، واللي تحت الريكتس على طول في النص ما بين اتنين فاستاي اسمها فاستس انترميدياس نازع العظم. نيجي على الناحيه الميديال في عضلات اسمها الادكتور، اول واحده دي الادكتور لونجس، واللي تحتها دي الادكتور بريفس، والكبيره الضخمه دي هي الادكتور ماجنس. والادكتور ماجنس عضله بتوصل في تمسك في الباك اوف فيمر، اخرها فيها فتحه من تحت اسمها الادكتور هياتس اللي من خلالها الاستراكشر اللي هي الفيمورال فيسلز ترجع الباك اوف ذا نيو صباع بيعدي منها اسمها الادكتور هياتس. لو بصينا على الباك بتاع الثاي، الباك اوف ثاي في عندي مجموعه من العضلات اللي قلناهم من شويه نكعدهم تاني كده، الناحيه دي الميديا الناحيه دي اللاترال، ترسمهم اثنين سيمي، دي سيمي تندينوزس لكن دي سيمي ممبرينوزس اللي تحت. على الناحيه اللاترال دي البايسبس، دي اللونج هيد اوف بايسبس لكن دي اللي تحت شورت هيد اوف بايسبس. دكتور امال مين العضله دي؟ تعالوا نشوفها بقى بالمره. دي اختيار من اثنين، يا اما جراسيلس يا اما سارتوريس، تختاروا ايه؟ يلا نشوف. دي جراسيلس ليه؟ السارتوريس تخنقها من فوق لتحت ثابت، جراسيلس تخنقها من فوق وتبقى رفيعه من تحت سمارت، لكن دي السارتوريس تخن واحد. دكتور لاحظ حاجه، هي المفروض دي جايه من الفرنت، احنا قطعناها من فوق. وراها مين دي؟ جراسيلس ميديال سايد. وراهم مين دي؟ سيمي تندينوزز. اللي انا ماسكهم دول اللي احنا كنا خدناهم في النظر باسم اس جي اس مصر بالترتيب ده، اول واحده مين؟ سارتوريس، اللي وراها مين؟ جراسيلس، واخر واحده سيمي تندينوزز، او سميناهم جايروب صحبه احبال. طبعا مش هتيجي في العمل كده بس هي المنظر ده ما يتنسيش من بالك. نيجي نبص على الباك اوف ذا نيم، فصه اسمها بوبليتيا الفصه، ده الفلور بتاع البوبليتيا الفصه، ده اسمه بوبليتيا سيرفس بتاع الفيمر، ده الباب بتاع الكابسول اوف ني جوينت، وهنا مكان البوبليتيا مصل. ده الفهمي بس ما تجيش نظري. نيجي نبص هنا على الباك بتاع الليك، لو بصينا عليها هو ده كده، دي العضله دي اسمها جاستروكليميس مقسومه لتو هيدز اهي، الهيد اللي دي تبقى ميديال ودي تبقى لاترال، وده ودي السوليس ماسل. الاوريجن شكله اهو هورس شو هيد الحصان. كان مذاكرة النظري بس ان في نيرف يبقى ماشي سوبرفيشال للنظري فقط ماشي فوق السوليس اللي هو شورال نيرف، والنيرف ده بيجي له من ناحيه اللاترال نيرف اسمه شورال كوميونيكيتنج، يبقى كانهم شبه الميديال نيرف شبه وده شورال نيرف. ده الفهمي بس. لو جينا على الديب جروب بتاع الباك اوف ذا ليج، احنا قلنا في عضله ميديال وعضله لاترال وعضله في النص، طبعا هنا مقطوعين شبه سائلين شويه. الميديال اسمها فضل متشاله مكانها هنا، واللاترال فهل، لكن دي باينه انها في النص، تبقى دي تبيالز بوستير، يبقى بعرفهم ميديال ولاترال في النص. نيجي بقى العضلات اللي هي بص معايا كده اللي اسمها تبيالز بوستير، هلاقي ايه؟ حاجه سهله تسهل مذاكره النظري انها بتخش العضله دي للفوت. تخش ازاي للفوت؟ عندي في الفوت في حاجه كده اسمها فليكسر ريتيناكيلم. ريتيناكيلم هو ده العضله دي بتعدي من تحت الريتيناكيلم، فده الفليكسر ريتيناكيلم. ده الفهم برضه، يبقى العضله دي هتعدي من تحت الريتيناكيلم عشان تخش السول اوف ذا فوت. من ضمن العضلات اللي بتخش السول اوف ذا فوت، السول اوف ذا فوت بيخش له من الليج اربع عضلات، واحده منهم تيبيالز بوستير. نبص كده بقى بالمره هنا على العضلات اللي على الناحيه اللاترال سايد من الليج. في اللاترال سايد في عضلتين انا بعرفهم ازاي؟ السوبرفيشال والديب. السوبرفيشال اسمها برينيس لانجس، حتى لو مقطوعه من فوق ما يهمنيش، والديب يبقى برينيس بريفس. كلاهما هيخش الفوت تحت اثنين ريتيناكيلم اهو، ده يسموه سوبيريور برينيال ريتيناكيلم اهو، واللي تحت ده اسمه انفيريور. لفهمي بس، يبقى انت عندك اثنين تندون لونجس وبريفس، مش هجيبهم طبعا في العملي بس يبقى تشوفهم عشان ذاكر النظري. هتلاقي برينيس لونجس اللي هي دي السوبرفيشال، كمان هي اخرى كمان هتخش على الفوت، بقيتها في الفوت هو ده التندون بتاعها، دخلتها على السول اوف ذا فوت. تمام، ادي كده ايه مجموعه العضلات اللي عندي. بالنسبه لي بقى عايز اشوف العضله دي يا ترى ايه العضله دي، حتى لو مقطوعه من فوق ما يهمنيش امسكها كده. العضله دي اول عضله، هل في عضله هنا دلوقتي؟ هنا لا، دي لما احطها كده هتشكلها يبقى اول عضله. اول عضله احنا قلنا في الفرنت يبقى اسمها تيبيالز انتيريور، عرفت ازاي كمان؟ بص همشي كده اخرها، هل وصل لفين بيتوز؟ لا، يبقى القصيره دي تيبيالز انتيريور هي الموست ميديال، ترتيبها رقم واحد فوق حتى لو مقطوعه فوق ما يهمنيش. طيب تبقى مين دي بقى؟ اشوفها كده، دي
ترتيب الاعضاء احنا قلنا 1 2 3 الاولى تبقى زنتيرو، الثانيه اسمها اكسنسور هيرجز مقطوعه ما يهمنيش، دي الاكسنسور دشتورم اخرها هذا التندون بتاعها هنا. تمام، هنا مكان اللي احنا قلنا بنحس فيه البلس بتاع الدورسالس بين الصفر ما بين اول وثاني صباع. That's it.